إنها محاولة لوصول الطعام للقاطنين في هذا الحي الفقير في جنوب ولاية نيويورك، إذ لا تصل الخدمات إلى سكان حي ساوث أند ألباني نظراً لبعده عن مناطق تجمع الأسواق، ويعاني سكان المنطقة من عدم وصول الطعام الطازج لهم، وحين يصل يكون بأسعار مرتفعة لا يقدرون على دفع مقابله بسبب دخولهم المنخفضة. وتسعى تلك المبادرة لتوفير مبادرات طعام شبه مجانية أو بأسعار زهيدة للسكان ذوي البشرة السمراء غالباً. تعمل ثلاجات الرصيف وشاحنات الطعام وغيرها من البرامج على سد الثغرات، خاصة بالنسبة للمقيمين ذوي الدخل المنخفض أو الذين ليس لديهم سيارات. تستخدم أندرسون ونشطاء آخرون مصطلح الفصل العنصري للطعام، لأنه يشير إلى قضايا منهجية وراء محدودية الوصول إلى الطعام الطازج، مثل ممارسات الإسكان التمييزية. ويطلق على ساوث أند ألباني اسم صحراء الطعام نظرا لمحدودية وصول الطعام ميسور التكلفة والمغذي إليها.